الحداثة أو التكنولوجيا والتكنيك والعالم النت والسوشيال ميديا أثرت هواي على الشغلة، وبالتالي إحنا هنا لازم ننهض بالفن، لأنه الخط اللي يجيك فونت بالحاسبة خط ما بي مسحة فنية ولا بي لمسة فنية، وبالتالي إحنا لازم نطلع الألق الجمالي لهذا الحرف العربي بكتاباتنا وباليد وباليد وبضوابطها وقواعدها ونقاطها. احنا حاليا هسه عندنا الدوره عن خط الرقعه، يعني هو ابسط انواع الخطوط، وممكن يعني الخط المبتدئ من يمارسه يعني ممكن يتقنه اسهل من بقيه الخطوط. يعني هو الفتره مال التعليم مالته تصير اقل، لان ذنيش الخطوط الباقيات شويه بين صعوبه فيحتاج الوقت اكثر. ليش نتعلم؟ حتى نأكد هويتنا وتراثنا وفننا، لأنه شعب بلا هوية ولا تراث ولا ثقافة ولا فن شعب ميت.